سألت ماما ما الخبر؟ أين اختفى كل البشر؟ ترى سأبقى دون رفقة؟ ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر، ردت يا إنسان الشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، واش حوالكم؟ لاباس؟ ما عليكمش، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. حبيت نشارككم بهذا القاطو تاع اليوم يا البنات، اللي شرب الحليب والقهوة يعني لفطور الصباح بزاف بزاف هايل، وزيد بنين بنين يحبلو ويحبوه كبار وصغار. انا وليداتي شوفوا طونك يحبوا الججلانية محمصة، شوفوا يموتوا على هاد القاطو، جربوه ماكمش حينتندموا عليه حبيباتي. لهنا البنات راح نبداو مع بعضنا. واش نحتاجو؟ نحتاجو ثلاث بيضات. نديرو ثلاث بيضات، كاس غير صباع سكر، نحاولو ديما نقصو شوية من السكر تاعنا باش نحافظو على الصحة تاعنا وهكا وخلاص. لهنا حبيباتي راح نحكم الباتر نتاعي ونخلط المكونين نتاعي اللي البيض والسكر حتى يدوب السكر هذاك مع البيض، وبعدها راح نبدا نضيف الزيت تدريجي هكا حبيباتي. نعاود لكم واش حطينا. حطينا ثلاث بيضات، كاس غير صبع سكر، ولهنا بعد ما يطلعوا لي البيض مع السكر نتاعي راح نبدا نضيف كاس نتاع الزيت تدريجيا يا البنات. وهذا راهو بزاف لازم تخدميه بالباتور باش يجيك خفيف وهش ومقرمش، يعني بالباتور حيجي احسن. مي الا حبيتي تعيي روحك شويه تقدري تخدميه بالفوي، حتى الفوي تاني تقدري تخدمي بها، مي من احسن انكي تخدميه بالباتور. وكيما راكم تشوفوا حبيباتي لهنا خلصت الكاس نتاعي نتاع السكر، راح نحط زوج شكاير نتاع سكر الفانيليا اللي تعطير فقط، واللي ما عندهاش سكر فانيليا تقدر تعوضه بزيت سيترون ولا زيت اورانج، المهم تعطر الكاطو تاعها كيما حبت. ولهنا حبيباتي حنحط حوالي 3 ملاعق نتاع جلجلانيه، حنحط حوالي 3 او 2 ملاعق نتاع جلجلانية. وفي هذه الخطوه راح نستغنى على الباتر ونكمل بيدي. لهنا حطينا 3 ملاعق نتاع النشا، حطينا زوج خميره كيميائيه بوزن 10 غرام، وراح نكمل نشيح بالفرينه. لهنا يا البنات لازم يبقى كولون، لازم يبقى يلتصق هكا، ما لازمش تشيحيه خلاص باش كي ديريه في الجلجلانية تلصق فيه. لهنا ما حنحطوه في البيض، ما حنحطوه في حتى حاجه، راح نكعبر ديريكتومون ونحط في الججلانية تاعي. يعني الطريقه راهي جد موضحه امامكم حبيباتي. لهنا حاولي انك ما تعجنيش كي تعودي تليمي في الكاطون تاعك، جوست ديري برؤوس الاصابع فقط وخلاص كيما راكم تشوفوا يا البنات. وهذه هي، هذا هو الحلوى تاعنا نتاع نهار اليوم، بزاف سهله وليه توجد. وصدقوني يا البنات راح يعني تداوميها ديما، سختو الاولاد اللي عندهم الانيمي وكل شيء، على بالكم بلي الججلانيه راهي بزاف مليحه ليهم. والكاطو اللي ما ياكلوش الكاطو هكا كي ديري له فيه الججلانيه راح يولي يحبوا. ولا انا حبيباتي واش انا نديرو، راني ندير في كرات كيما راكم تشوفوا الحجم هذا راهو واضح امامكم. انتي ديري الحجم اللي حبيتي، اللي حبيتي كبار ديريهم كبار، اللي حبيتي صغار ديريهم صغار، ونحطهم في الججلانية. شتو عليك قلت لكم خليوها كولون باش تما خليوها تلتصق، باش كي تحطيها في الججلانية تحكم فيها الججلانية هذيك. لو كانت تنشفي لاباط نتاعك اصلا بدا حتجيك يابسه وما تجيكش خفيفه، وزيد راح ما تلصقش الججلانية تاعك هذه. ولهنا حبيباتي كما راكم تشوفوا الطريقه جد واضحه امامكم. لهنا ندير المرغد في هذيك الججلانية وندير الكره تاعي ونبسطها بيدي ونحطها في الوحده نتاعي، هذا مكان في البلاطو. لهنا حبيباتي انا طيبته غير من تحت لان الفور تاعي شويه فاسلي من الفوق، انت تقدري طيبيه من تحت وبعد ما يحمر من تحت تهزلي حمره شويه من الفوق، ولا حبيتي كيما هكا ابيض ثاني يجيك بنين وهايل. لهنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هاني خلصت الكميه تاعي حطيتها في البلاطو، راح نكمل هذا البلاطو الاول، البلاطو الثاني راح نكمله وبعدها نعاود نرجع لكم يا البنات. و
فوالا لهنايا البنات شوفوا قاعدين تشوفوا فيها الله يبارك جاي يهبل يهبل. كي نقول لكم بنين ماشي على الشكل ولا صدقوني انا ولا غير ما نحب هذوك لي غاطو اللي يجيو الشكل ومزرقشين ومدايرين بعد كي تدوق الخمسه انت كطير معاهم. انا نحب الغاطو هكا تاع كي تاكليه تسبنيه صدقوني يا البنات. والله يا البنات جات فيه واحد البنه مش نورمال، بنه الججلانيه مع القرمشه نتاعو روعه روعه جا. هذا ننصحكم به للغوتي تاع وليداتكم بزاف بزاف. انا درت سورتو لبنتي دعاء نجم الدين يحبوا ياكلوا قادي غاطو ساك هادو كيما نقولوها كيما البيمو والاخر مين داك نحب ندير لهم انا، وديما ندير لهم الشكل هذا الدائري اللي يخليهم يشبهوه تما للقطوات نتاع برا. منقولوها للكوكيز للبيمو هكا وانتي هكا دايرتو في الدار ديجا عباك بالمكونات نتاعو اللي درتيهم. الكميه المتبقيه البنات درتها اصابع، هاي فوالا درتها اصابع وهاكو غادي تشوفوا فيها. شوفوا كيف طاب جا هايل صدقوني البنات والله غير ما تندموا عليها غير جربوها هايل هايل هايل. انا والله هذا مي كي يخلص لي نعاود نديرو، انا البطن تاعي ما يفرغش من الكاطو ما نكذبش عليكم يا بنات. انا وليداتي يحبوا ياكلوا حتى الزوج انا نفطر بيها في الصباح هايل 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 يا البنات. لهنا واش نقول لكم جربوه وماكمش حاين تندموا عليه، وما تنساوش تخليوا لي بتي كومونتير يا البنات، واذا جربتوه ثاني قولوا لي واش رايكم فيه. وهذه هي حبيباتي لهنا خليكم على خير ونقول لكم ونلقى الخير ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه. Thank you.